السلام عليكم. برنامج كان أو برنامج عن ربا وحيا بضل يعني تكون حسوسية أو دعي ستباك هذا إن وان أقنا هي عدون كإن حالة دي سأي كورونا فيروس ودك يوكا يكون أولاي لحبق الله تلكوا كلمة تمانتا وترى هذا فر بضل إن وده ملا تليانيا يعني سويدن دنمارك USA كبسي بدل تذكر هذا السفر بدي هذا اللي معناه بنشوف بدل الصومالين وين كوجستها لكن وحياه بعد دعوين كدعى أو بناء ذلك وسواء قلنا كنا عيا وحكم إذا وحياه كدعى الصومالي كدعى صارت كور قبتان إن قبل كتب الله هسه إن قبل كتب الله سواء كدعى قبل السوء تقالي قبيلة ماشي الدقن لولي وحبال ويسي وحبال الاسكويستي مركا قبيل كاو حوستي معالي قلاو حوستي معاشي الكروب داليرا تل الدلي بدل لغوري صورة اللي سوق هذي او سوشال ميديا اللي سوق لي واوحا الفرحن واحلا اتكيسة كرماها واحا اقبالي كرماها ان وحا كرنا لاركي ان قبل داس ان لنا عباي لنا عنو حاك داعي نبانو نشو لغوكوين وأنا أقول لك أن أنا 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 أولو شيء إني أفكر كده على قصة كده علي وقصة عادو حنون بدن وقصة قفل به والد ودريميو وقصة قفل بتعبان تعبان يسوم على ملك الدقن يسوم إن لو قبل يرو صدح سنة جرو صدح يعفر سنة جرو وأنت لغاتي حبينا لسوه يستي إن أخلي من هذا المكان يا إن صدح جر ما أفر جر رجل تقطان مالا تغان هبين نسو استعماليين بناوك سو طولان محاك سو هاري مدك الاغليقة قفك نيك اغليقة اصلاها يسدح جرها ويستي محاكا محاكا وحوق دان ليه محانو باجرو محاسد نما مددك النوعاء إن وحا حالكا كدريما يسا سومالي دا ماشي كسو عطو إني هادو حن طيارونتي إن قبيل كنا ملح النجارسي إن ده كنا هرمرو سجلين إن نلش بين هذاك لوج فيه مركا قبلها هي يركا عدبع وحم هاي إلى عفيف هذا السيء نلش هذا هو دين على مجرته سبتالي يلا قفل بستولك صوب وخذ وحوي نيدا هذا وجبس مركا هدي وحلس كل هريه وعافي عن على ما سوى حلاقي قبته وحن كبرى رجنية وحن الشيقية إنه حلاقي قبته دولة عين صوماليا ورد فدرالك صوماليا عليه تواني سوق قدك الشو بيت دول قبلات كفر كل بيت عليه تواني سوق قران ما ملك الدقمة ذا أفقه هنا عليه تواني سوق قران هدي سوق الواين أما هدي وحلاقي قبن واين عليه تعالى يوحك قبنين أريتها وحبانك خبرنا أنه شعبك الصومالي ذا وناك جعل نيك دتك اللقبي حليا اللقبي حليا اللي بضب كن يلا واتك دتك اللقبي قبيلك اللقبي هنا إن أريتها عيد لفتي ذو حبالله خبر هدي وحلاه خبر وحلاه بدل وياي هدي له أريتها عيد لفتي ذو حبانك خبرنا دتك عن قبيلك الله لنا يجبره سنة إن مملكة يقفوا البوج ومشي حقوق هذا الشيء يعني إن عرفت أنا عك قبتن وعرين دخلني معه وعريك صور جدا إن بناء ذلما وعريك صور جدا دور مركا نرش بناء ذلك وما قلنا تبغى حسين أو سمايا خوف كده دشيت فراك قد ودشي لك صور تكاد إذا ميت كيا دي ما تيسيت وعلى يصير في عليها غامر معها خوف كنا كدي جت معها تذكر كسمايا لو بدلي الصوص ورا فيسبوك اللي سوقي رنتي وارين خرعنا وضعوا تين كل يلا تعي أنا خالك ما كم سوق بني صورة صورة لا دعوة خرعة كل سوق بكرة ما إن نل جوبي أنا واركي ما أنت إلا الآن كان ترافق عن كواركي وقرعنا
oo dabkii xaabada ayaa lagu sii shidaayay qofkii uu gubanayo ayadana waa arin aad u farxun qofkii bini'aadamka ma daawan karo dad badan arintaa ma daawan karaan iyo gabdhaha la farxumeeyey ee dhibaatada loo geystay oo ay ka hadleen xildhibaanada kasoo jeedo koonfur galbeed way ka hadleen runtii waan u bogaadinayaa gabadha xildhibaanada ee ka hadashay arrintaa iyo dadka badan ee soo booqday haddii ayn arrimahaas kale wax laga qabanaya waxaa fiican dadka inay midoobaan oo mid la noqdo war soomaaliyay goormeed midoobaysaan waxaa qabsanaysaan haddii la yidhaahdo waddankii soomaalidii waa ku dhibaataysata waa isku baabiinaysaa waa ku baaba haddii dibadaha la yimaadana meel walba ayagaa baaba ugu horreeya su-aashu waxay tahay maxay rabaan soomaalida maxay rabtaa soomaalida maxay rabtaa soomaalida anaa ka mid a adaa ka mid a qof baa ka mid a oo soomaaliya tiro badan oo dad baan nahay horumarkaan jecelnahay wanaagaan jecelnahay haddana waxaad arkaysaa inaan meel loo socno aqliga bini aadanka ma soo geli karo kuma fikri karo in gabadh 3-4 bilood macnaha 3 sano iyo 4 sano ah la farxumeeyo waxaa arrintaa yaablo aan maskaxdeeda ka baxayn nimankay tee gabdhaha sirka qaataan habeen bay soo haysteen baa la yidhi aroon maa naagweyn in la qaato oo habeen la soo haysto oo lasoo farxumeeyo waaba arrin yaroo macquula waaba qof iska celin karo inkastoo xataa qofka bini aadanka ah aan dhibaatada laakiin gabadh yara feel laga galaa oo 3 jir 4 jir feel laga galaa macnaha waxay ka turjumaysaa inay ummadda u dhammaatay ummadda inay baabac tahay ee waxba isku lahaleen bay ka macno tahay marka dadkii lagu xasuuqay gobolka jubbada hoose kolley maamulka jubbada hoose iyo dowladda federaalka arrintaa gacanta gelaysa waxba laga qaban doonaa dadka la gubayay iyo dadka la dilaa iyo dadka la qaraxinayana arrintaa waxba laga qaban doonaa sailata bini-aadamnimada waxaa kuma wanaagsan gabdhaha la dhibaateeyna allah u booqdheeyo allah caafimaad siiyo waxaan leeyahay soomaaliya midooba haddaa midoobi weydaan waxaa la qabsan waayo horumar loo socon waayo hore loo socon waayo dee hore gacmaha lagula soo geliya wax walbaa lagu sameyn hadhowbaad afka la qaaday oo haddii way leedahay soomaaliya hadhow marka waxaan idin leeyahay dowladda federaalka la taageero dowladnimadaana deeqda qarannimadaana deeqda isku duubnidaana deeqda soomaalinimadaana deeqda qabiil waxba nooma tarayo qabiil waa kan meeshaana dhigay qabiil waa kan ababaashay wabilaahi towfiiq